السلام عليكم. كان ندير واحد النداء، جزاكم الله خيرا للمحسنين اللي دائما قلبهم ونعني مع الله سبحانه وتعالى ومع بيوت الله، كنطلبهم لوجه الله تعالى يساهمونا ويعاونونا ويوقفوا معنا. يعني بغينا نديروا الاصلاح لهذا المسجد ديال ترقع الغربيه، وكنطلب الله سبحانه وتعالى عز وجل ان يلاقينا مع الناس المحسنين والناس اهل الخير يساعدوا اصحاب الحي بغي ضعفاء، يعني يكونوا معنا ندير الاصلاح لهذا المسجد. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنه. وفي روايه من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه. اذا لم يستطع المرء ان يبني مسجدا يسعى في بناء مسجد، ياتي عند اهل قريته عند اصحابه يقول هذا الموقع يحتاج الى مسجد، ومسجد ربما يكون مسجدا متواضعا، ها من يدفع منكم؟ من يساعد؟ ثم يبني هذا المسجد، فلك اجر سعيك واجر بنائك. الله تبع عيد ان شاء الله ومشان تمغارين تزاد نمشي جنت مغارين انا غدا نسي مغارين ندير وقت نحمو تكارفس نزيدو كارفس نقرا بيتي ندير وقت نحمو تكارفس غدا نتزم مغارين شويه نحسران. طلب سيد المحسنين اكيد في الدين راه عاونان وني خصني عاون لله في سبيل الله، والمسجد حي ترقع ترقع الغربيه مسجد خصني الاصلاح وني خصني عاون لله في سبيل الله. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. تتازي الله سبحانه وتعالى ثم زي المحسنين ان شاء الله تعالى. هذا نقولش نفوس باش مري وفق الله سبحانه وتعالى هذا سنقص سمعه ان شاء الله تعالى، ولما لا تيري حتى التمزيده من هذه الخطبه باذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله غنغم جميع المقومات باش تيري ذيري مشانا غاس تمزيده تمقرات وغاس تمزيده غاس سمعه الناس ذيري غاس ان شاء الله عز وجل حتى الخطبه. ونسال الله تعالى ذي يحفظ المحسنين الماره وجزاكم الله عنا خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فالدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع هنا حصد هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فمن هذه الثلاث صدقة جارية، صدقة جارية، وهي دعوة لاكتساب المال من طرقه المباحة، وثناء على الباذلين. وفي التعبير بالجارية إشارة إلى أهمية العناية بالمال الذي يتعدى نفعه. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيوم رئيس جمعية مسجد خالد بن الوليد أفرفاش سوفيان. نهار الإخوان نزيد نتقج النداء للمسجد ديوسين دي ترقع الغربية، حي ترقع الغربية بمدينة الناظور. بالنسبة للمعاناة غنغذي المسجد هو أنه غنغسق في المسجد هو يتصيو ذا الوقت نحمو ونزم غادي تنزاد نتضرى نتقعد غتزقا وجنا كاين غير وضن مغان معاناة زيدون غنغسق في السر في الدمان وغنغسق في عوض ويجيبو نيشان جمشان يهوى يجني قعد ونسين نسين السقف من ربما مع المدة يمكن غنغدي هوا نيشان حاش نشين زاد العدني وذن داخل المسجد نفكان شيند الإخوان يجندي لجنة المسجد جمعية المسجد خالد بن الوليد نفكر باش نسوع على السقف المسجد ونطلب ذي الإخوان المحسنين ذي المحسنات فاعلوا الخير من مجان سواء ذي ثندين تنغل النظان داخل المغرب نغل الإخوان نغذي أوروبا خارج المغرب باش هذا غشن يد المساعدة هذا عونا باش نعذر تمزيدا إن شاء الله تعالى نشي نسن بالله فاعل الخير ذي وذين تقن الإحسان وذين تقن النخار موجودين والحمد لله. الله سبحانه وتعالى قضي شهر رمضان الأجر مضاعف الله سبحانه وتعالى. نتمنى للإخوان غدا غوش نفوس هذا غق انتقا هذا عاونا باش أنعذر المسجد إن شاء الله تعالى. الإخوان عوض غنغ المشكل المحراب أقص قبري خودي يسيبوني شان ذي مزيدة الخصوص الوكالة مارتشي كثقت تهيئات عذري بريذن ولكن المشكل المحراب إني هو أقص قبري الدبار ريف فغ بارا خونشي نزوس الإصلاح يغانك المحراب إني إن شاء الله الله تعالى أثيث نسيث غدا آخر طبعا سجهد نوام الآخر المساعدة نوام إلى المسجد إن شاء الله نتصل بدغي وفق أجمعين باش أنك الشغرين أنك سنك سجهد نصيد رب العالمين سجهد المحسن إن شاء الله. بالنسبة للمحراب الإخوان تأخذهم السيورة أقسم المحراب ذني تلاح دا كذا شنغة تزاد المحراب من يجي
بالنسبه للاخوان المحراوي اخوان السيور رقم مشتوره مدنيته قيفق دق في قبريل لان مارتشيك غتقت هي اي وبريد قيب دي قاعد نيشان ولكن المحراب قيوز دي فوق قبريل نشي نزو ان شاء الله غتنسيد في غدا اخر باش ودي غير مبوي فوق قبريل يديروا بريد نيشان. السلام عليكم، اسم الكامل محمد الدحماني، صفة أمين المال مسجد خالد بن الوالي. نهار الإخوان نوزدين السيور حدود شاثا تم الزيانين طعنين زيس المواطنين آخر حصرنا التاس دايسن محسنين غادي غيسا من دي مشروعة أصني جناجة ضام قرى بي وذني دي تاسن تقن روضو ذانيتا يتاسن دي مشروعة ضام زيان طعنين زيس التاس نتفكى إن شاء الله أصن قدير أصن أثناء عذل أثناء الرجل. مزيد كما في علمكم ربما قد زرم لي فيديو زرم تصاوى تم زيانت والحمد لله الجماعة تم قرانت وتراح ثمقى الحمد لله وانت في ماني غنزدش وحتى السقف النس شوي هواد. خلاصة القول نشد السيور ان شاء الله عز وجل الله خيشن ثماث اقفغان اواني في مزيدة ذاني تجدت نشين في اطار الحمد لله رخو نوزوخ باب النس باش كيسم تفهم ان شاء الله عز وجل هذا نغي جثماثة اثناني راث مزيدة نوسع في مزيدة ان شاء الله عز وجل ونقرسن المحسنين وشما نغ فوس للمساعد ان شاء الله تعالى. كندير واحد النداء للناس يعني اللي عندهم يعني اخذ تما خير في هذا السي ديال بيت الله بغينا نزيدوا يعني باب الله يعني تما هنايا يعني نحيدوا الدروج نزيدوه لقدام في هذه الارض هذا وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يعني يكون شي محسنين اللي غادي يكون يساعدونا لان ما بغينا نبني بيت الله وبيت الله يعني ما بغيناش يتحرم منها من اجرها اي انسان. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني ولو الانسان ساهم بكلمه الخير فهو خير وجزاكم الله خيرا. وكنشكر سي زهير كنشكره بزاف الله يجزيك بخير عطانا من وقته الله يكثر بكرمه ان شاء الله وهدا والسلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للمشاهدين ديال خصهم زاد جنده مغارين ديال وقت رمضان تيري رحمو غادي تاثر رمضان ديال رحمو تيري مغارين الطاس مشان قد توريدي حصاده مزيان نقصت نوسع شوي ثمانية غاد زاد جنت ان شاء الله ما تسنتي مغارين تسنتي تعقب انت تسنتي ذات تعقب انت والو التاسع والو ماني غاد زاد انت ما زاد يزر خصي برا فهمت تسنت مشان يحصاها تنسيرو شوية تدي مغا شوية مشان غير سيدي ماني غاد ماني غاد زاد جنت مغارين امشان تزقى امشان قشط زقى ديرو كنا نحمو عاون كاع نزاد جندا يا ريازن نزاد جندا نيتاتي قوتني كسير فهمت بركي سوا دير راه فهمت جيده زوز على الطاس رحمو ديرو كنا نحمو تقعد عند نيتا ولا دير وقت نحمو نهار سميض نهار نغار بينيغ يقول سم الحمد لله زاد جيت وزم زاد جيت واخا هو سوا دير وانت كسير مزيدا سم الحمد لله زاد جيت مع ذلك خصنا خصنا نبغى شويه مزيده ان شاء الله نطلب ديال المحسنين ان خير يمسكسي دار رب العالمين هذا مرضها شويه التسعيه مزيده يا سيدي نبغى شويه مزيده نبغى جماعه التمغار انا هذا جماعه القضيه بوبريت نواها ايوا سيدي نخصنا تمغى شويه مزيده ثانيتا الوقت نحمو والله العظيم ما تبدل فهمت بركي السقف يوذا قالوا شحال راني درك وزين شحال راني زوينه نسنق بمره نهار قال والو خصنا خسروا عرا تمزيد خص خسروا عرا ايش تبلاتي المحسنين يحسن الله يجازيهم بخير باش المحسنين يساهمون ديما هنايا قتورين هنا من بنا مسجد بنا والله بيتنا في الجنه مرة وفجأة المحيط راه يساهم من ديما هنايا غادا نعاونني يا سيدي نخزع ما مشاش غاني نخزع سيدي ربي العالمين ديال الرزق نصيب مزيدة هي غاتمغى شوية ان شاء الله. بارك الله فيك. أمو نتمنى ان شاء الله. أمو نتمنى ان شاء الله. الإضافة يعني مرة غادي نتي ثم إذا كنتي مرية في باب النس أرضا خانا وسيد غانا وشينا ثم تزنزن خاص نتنسى غير سيدي كذا غاد نعني يجي الجناح نغني السانيتا بالنسبة للأخ مندو فان طلب زي صديق جيج النداء ذي النين تغاس يوذني كيسي يتساهمني في تعاونا في السنن طلب زي صديق جيج النداء ذي النين لأن المسجد قيوس الزثيثة الدهنسان ضجر المسجد النين طلب زي صديق جيج النداء ذي النين باش غادي يسكن المحسنين إذا غيعاونوا غير المسجد رزقكم الله خيرا ونتمنى إن شاء الله إذا تعاونوا خش مفوت هذيك مجنتيقة باش أنعذر المسجد إن شاء الله تعالى.
نقل فتحة الإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.